السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي اللعبة بتاعتنا اللي هي سيتيز سكاي لاين. اللعبة دي هتخليك يعني تتعلم ازاي تصمم المدن بشكل قوي جدا، وكل مرحلة بيبدأ يفتح لك بعض الحاجات. يعني دلوقتي فتح لي ان انا احط مدرسة، فحطيت المدرسة. فتح لي ان انا احط نظام كويس لجاربج، فالناس الحمد لله بقت مبسوطة، هما طبعا مبسوطين ان انا القائد بتاعهم، يعني لا جدال في هذا. تمام، في انواع جدا من الطرق بدأت تفتح حيات. تمام، ده ميديم روت. اوكي، ممكن انا اخد بقى الطريق كده عشان اكبر المدينة بتاعتي اهي. بيقول لي الفلوس خلصت، بعد شوية بقى الفلوس تبدأ تظهر. طيب ممكن بقى نبني ايه، نبدأ نشوف الناس عايزة نبني لهم ايه. أهم حاجة الشعب بتاعي يبقى مبسوط. المباني السكنية اهوت. ده هنا بيقول لي السيتي بوليسز، الباور يوسز. تمام، الوتر سموك ديتكتور عايزين نبقى نركب. وهنا بتلاقي بقى ايه كل المعلومات اللي انت عايزها، عن الطاقة، عن مستوى سعادة الناس. هما عايزين مباني سكنية، عملنا لهم مباني سكنية. هل محتاجين نوصل لهم طاقة ولا لأ؟ لما تتبنها نبدأ نشوف. طيب خلينا نسرع اللعبة شوية. هنا بيقولك احنا عايزين طاقة، خلاص نحط لكم طاقة زي ما انتوا عايزين اهوت. في الخطة الخمسية عشان ده سهل الفلوس. الباور لاين ده نظام الجاربيج. طيب ما تيجوا ناخد قرض كده، وإن شاء الله يعني ربنا يسهل ونيسره من الكارت بقى نبدأ نبني الحاجات اللي احنا عايزينها. انتوا عايزين كهربا؟ طيب تعالى اهوت. انا الفلوس اللي الشعب بيجيبها بوزعها عليه، فتلاقي الشعب بتاعه مبسوط. ما بنيش لا قصور ولا فيلا اهو. ماشي، طيب ده ميديكال كلينيك. اعتقد ان انا كنت عامل واحد، مفيش مشكلة لو نعمل واحد كمان اهوت. نختار حتة بالشكل دوت اهوت. طيب ده بقى ايه، فاير هاوس عشان حصل الحرية لا قدر الله. تمام، طيب عايزين نوصل لهم بقى مية. المية موجودة هنا اهيت، هبدأ أكمل الطريق كله. يلا في ناس عايزة كهربائيات. احنا قلنا أول ما تيجي فلوس هنوصل لك كهربا، وبعد الفردين عليه شو قاعدة انتخابية ولا حاجة يعني. مفيش فلوس للكهرباء. أول ما تيجي فلوس إن شاء الله نوصل لكم الكهرباء. عايز
عايزين برضو بوليس ستيشن عشان لو في حرامية نقبض عليهم على طول. الناس اللي كانوا بيقولوا عايزين كهرباء انتوا؟ طيب تعالوا بقى. بيقول لي كونجراتوليشن، الناس كترت عندك، ده دليل ان هم مبسوطين. الكهرباء هي بدأت تدخل، فبدأ الناس يعني ايه تدعي لنا كده تبقى مبسوطة. طيب في جريمة موجودة، نوض على الحرامية دول وإن ايه نحطهم في السجن عشان يعرفوا إن الجريمة لا تفيد. طيب الناس دي عايزة كهرباء حقها. طيب هو بدأ يقول لي إن فيه ممكن نعمل أشجار حدائق كده عشان الناس تبقى مبسوطة. طيب يلا بيقول لي حاول تحطها جنب الطريق. في حاجات كتيرة بدأت تفتح بس محتاجة فلوس. تمام خلينا بقى نعمل طريق تاني كده. بحيث ايه عندنا مكان هو واسع نقدر نبني فيه اللي احنا عايزينه. تعالى بقى ندخل بقى للمباني، نخلي هنا ده سكني وده هنا يبقى هكذا. هنوصل لهم بقى الكهرباء.